سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عاوا وهبين عيدا وهبين عيدا وهبين فرحتين وحالك عاوا وكسود ويني ولو أيامها بتبت لو غيمت تلك تبت ديسا كندا يوين يا نورت أمريكا با يا يوروب واحد لو غيمت لبين تاس حتي سومالي لان وهو قامين يوم وشير ذا يا وفتي قبلارن تجارتا كاميدا وهو قامين يوم مدن مساعد بيغي عبدي دعوينا جمهورية سومالي لان لا عمري في عاصمة كيس بيلا ديريو إلى هنا سخنا هو بركيو إلى هو بركنا هو بركيو بوشا وين الجاري إيه ما تلا يبن يو وباي عالتا إيه لقو يبن يو ما تقين أقوس كيس مالان إنه باي عبد الله كلو هذه أدبر شو دوين لا وأنا تالك أون نمت كلام بس ما لقو يبغى صوت راي بري قارب يارسونا كي يبت كدومي بات يقرب تاعن يسوقنا نورث أمريكا مركا واحد الله كبر يا إلهي إنه إلهي كل كل بس بدل هل كنا ونفكر دون عبد الله يرى أنا قاعد أسكت كده بين وتر الشيخ موسى وقاعد بشير عبد الله الشيل وحنا لا يا هاي نور يكبرني ما شو مال المكس يجوعان بقى أنا كنا وصو وخاك ما أبغى يا وأصحى دكتور دكتور محمد إلهي بان كبر يا إلهي نقول بركة يا دمان تيمبا خير يا بركة كل شيء يا بارك السلام يا دمان تيمبا دكتور سوي جوعان بدل كده دلك ديبت ديبت تشوغي دلك يوت دك تشوغي با وليو غبري مانو دري يا نيكو متري يا مانتا مدح دقميت بكليا ديبت تشوغي يسين هاني متري يا جمهوريه سومالان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى الكس السلام هنا مغالدا واشنطن دي سي دلك يو اس اي انغو كوسو دويني مدحويني قرانكا يا وفتي بلانا اي نوغو يماتين نورد امريكا أنيكو أكو دومي على نورد أمريكا حسب كل مية وحن كسر دوين إن كم فران وحن الله إنه إلى خير يا باش باش أو غنيكو أو شاقرن كأي زوجتي ومهد إلى هاي إن يقول كجالين ويكسر دماتي كل إيوك قبرني مو هذه أدوات ما ستين أمة الصومال الآن مال كستوا جوكتام عليكم أنيكو محمد عمر نور أو كان يردي سيدي الذي كبل عبي مظاهراتنا يكعبون كأسنم عاو مدعوينو ملقاو نغو مقعاب نغو شرفي وعانو شاقي عالكاسي وحي أنو بدار كيلي أنو قلي ومال الله إنا يميرا دالي سي مدعوينا آلي أدوان نغو ما عندقنا إرهيدا سمان جوكا نوشيدي هالكاس عانو نقوضنا إن شاء الله وعانو نقوضنا وقلا إنا نكيد سعودنا أقول لازم تجيب تعب كيسة هنا راك وضلو أنا سيحمل إنه إلا إنه ودكينا أنه الله إعتراف تكن أو أنه سفارة لم يلا سفارة الصومالة كلها دي وقت إلا قاكس مايو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو فيصل محمد سوبني دوميها جارية دا كلام بصحايو قبل مهايو لأن مان وحن مان تفتشيني واشتون تشوفنا إنا نفرد وينو مدحويني هنا شرفت بدان بدان مصبي في عبدي يا وفتي جو مقامين يو نقصو قاعد دل في هوية رنتي وأوح آدي آدي الله جو فرحة وحيا باي ناقب صامين تي مدحويني إنه شوقي كل ما دي قيمة بناو يا شيء حرمركا يو سوق جين تقدية دي اعتراف سومال لان أدن ببادننا دمان شاليد سومال لان اسكت تمي قبل هذا مريكن كا aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaayaha ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo waftigiisa. Maanta waxay noo qabsoomay kulan iswareysiya oo ay noo gaaminayeen wasiiradiina la socday madaxweynaha. Aanu ku wada qadaynay laysku wareystay, caawana waxay noo qabsoomaysay insha allah kulan cashaa oo aynu madaxweynaha la cashaynayno. Dhammaan waxaan u soo jeedinayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamkaba إن إسكو دوبنا دان أو أي قرن مدد ميلو سوبر تشيستان آدي أدبال ما سنتين سومال لنقول أيوة حويان هو عبد الله الخارية أنا وحن دقينا هاي سيارة الواشنطن بانو يمد حفلة ده إلا ما أنت أنا ودني سفي عم بقول دعي ساري مو سيد الله قط الله قلي سك هو ناقصن أنت أنا سكو تمي دور أنا وحن سومال لاندر يو إس سي السنة أدبان وهم بليني يا مدحوين هاي وقت جيسا وعاقبة ونعكسنا يا رجوين كونعكسنا يوم دود الجليين أنا قنا وحيد لبسوها جاك حتى قرب تشوكة ديار بانو النهاية.
الرحمن الرحيم آدي يا بيدي السلام يا ويبان موسى محمد وواحد جورنا ما أنت مقالة واشنطن دي سي موسى دي سي halka wax fadhiya wajiga fiican ee Soomaaliland halka waxa loo yimid waa midnimada iyo qaranimada Soomaaliland intaasay wada deeqda aanba dhamaatiin salaamana wasalaamu alaykum assalaamu alaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Sahara Bakar waxaan Miss Muslima USA maanta sharafay noo tahay dadna jaaliyada Maraykanka madaxweynaha Soomaaliland soo dhaweyno iyo waqtiga la socotay ee arrimaha ay wadeen ee fiicnaa waxay tusaysaa in waddankeenu horumar gaaray Saturday, I mean, had the Sokali, so had the Chugna, Washington DC, have let the state dinner come with the Vinal Shodo in Evan Chugna, Mantana Conference in Kasoba, and the Huina, you have to be Sushana Karama weekend and come in. I don't know how many can let the Baldega Yen Shab for the Chumuri, the Somaliland, Waha, his Salam, the Huina, Waku, and the Semitic Shab, the Salam, that one in the Salam and the Matter Somaliland, yes, have to the back. We have a long way to go, but inshallah we'll get there soon. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waxa la yiraahdaa Ismaaciil Cabdi Ismaaciil, waxaan ka imid Columbus, Ohio. Waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Muuse Bihi Cabdi, iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Waxaan leenahay ku soo dhawaada wadanka Maraykanka. Inshallah waxaan soo dhaweynaa guulo fara badan oo ka jira maalmaha soo socda. ما شاء الله سيف عم بيشكور عادي إن كستانو كان كنمد أول وي كندا الحمد لله خير ويان غصا ولو عشان يا لو دبل دقة يا دت كينات بود فرحسين هنا كقاعدة برشوا ناكسن دت كورنا خير بقول السعودان عند سوري تنا يا نتام ورحمة الله وبركاته سامية في شربان هاي وحنا فروم كندا كندا كيمد أوتوا halkan waxaan noo nimid xaflada Soomaaliland ee caawa ka dhacaysa magaalada Washington DC ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo waftigiisa ay ku joogan halkan kara hadli doonaan caawa waxa la yeeyay Ilaahay wadankeenii waftigeena ha ugu nabad celiyo in ya ha wi kum xaan ku dhay Ilaahay nabad celiyo wax wanaagsan oo khayr Soomaaliland u leh kuwii la noqday Ilaahay ka dhigo madaxweynaha iyo waftigiisa Soomaaliland guul baa leeyahay xaflad wanaagsan baa dhacaysa Soomaaliland guul aad baan idin salaamayaa TV-ga qaranka raxmatullaahi wa barakaatuhu magacaygu waa Bakar Axmed Ciid Bakar Shahmaad waxaan ka soo duulay Atlanta Georgia si aan ugu yimaado xafladan oo magaalada quruxda badan leh ka dhacaysa Washington DC ka dhacaysa aad iyo aad bay quruxda tahay xafladu meel fiican waa maraysa waxa weeyaan ilaaha guul guul Soomaaliland waxaan represent gareynayaa ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland oo ah urur u jira xoojinta qaranimada Soomaaliland ayaan ka socdaa iyaguna waxaan leeyahay guul guul reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul dhammaantiinba farxad baa meel kasta wax weeyaan dadku way faraxsan yihiin dowlaha ka cadeynayaan wa maasha allah waxaa la yiraahdaa Rashiid magacaygana laftaasaan ku magac dheeraay waxaan ahay community-ga Otto iyo Canada ka yimi in badan bay naga qaadateen in meeshan nimaadno runtii isbeddelka Soomaaliland imika ka socdaa ee ah impress garanaya inay community-u ka qayb galaan horumarinta iyo taageerada policy-ga Soomaaliland ee dibadaha iyan ku wada jirnaa inteedan waxaanu madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa waxaanu mahadnaq qaadanaa Dr. Ciise Kayd oo arrimaha ninkii ii sheedirayay ahaa
runtii gebigayguna booliisiga cusub ee iminka la yidhaaho Somaliland meel walay ka socdaan yaanu taageersan waa mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacaygu waa cabdiraxmaan cumar oo waxaan ka yimid oon ka socdaa minnesota minneapolis maanta runtii halkan waxaan uu nimid inaanu ka qayb galno xafladda weyn ee uu maanta nagala qayb gelayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay annaguna garabkiisaanu taagannahay bulshaweynta meel kastoy ka kala yimaadeen maanta waxay leeyihiin guul waxaana soo iftiimaysaa iriddii aqoonsiga wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhi wabarakaat aga waxaan ka salaamayaa dhammaanba marka u horeyso ummadda reer somalilan meel kastoy dunida dacaladeeda ka joogaan waxaana mar labaad ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo iyo waqtiga uu hogaaminayo oo aan maanta caawa ilaa shalay aanu xagga diyaar ugu nahay xafladda waxaana leeyahy gacmo furan kusoo wada dhowaada waa sultaan fuaad sultaan maxamed sultaan diiriye waa sultaanki guud ee beesha madhibaan waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan ehliyada qaraabada toolka meel kastood adduunka ka joogtaan waxaa maanta loo heegan yahay oo diyaar loo yahay oo dhexda loo wada xidhay sida aan ku heli lahayn traf marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan siyaroo fudud aan ku helno oo fadhiga ka wada kaca magacaygu waa mawlid haybe cabdilaahi waxaan ka yimi colombos ohio maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay anagiiyo asxaabteed iyo dhalinyarta oo dhaninba aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo waftiga uu hogaaminayo aad baan ugu faraxsannahay wax kale oo aan maanta dareenkayga aan ku qiyaas ma jirto maanta aad baan u faraxsannahay maasha allah waanu soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo waftigiisa waxaan salaamayaa adeecadda madaxtooyada muuse biixi annaga oo ka soo lugaynay magaalada ottawa kana nimidnay magaalada jibuuti waxaanu leenahay madaxweynaha iyagaan farxaddiisaan meesha u nimidnay haddii kalese dhulkaygiiba iska fadhihi lahayn madaxweynuhu ha noolaadaan leenahay somalilan ha noolaataan leenahay cirkaasi ha gaadho ictiraafkana insha allah way helaysaa bilaa kalaam hadal male way helaysaa annaga taasi u markhaati furaynaa ha noolaadaan somalilan ha noolaato warahmatullahi wabarakaatu caawa waa habeen weyn waa habeen qaran waa habeen ku sultan taariikhda reer somalilan iyo guud ahaan xariga maraykanka magacaygu waa cabdisalaan cali maxamed anigoo ku hadlaaya magacayga iyo kan guud ahaan jaaliyadda reer somalilan ee waddanka maraykanka waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo aanu leenahay welcome to america marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadaha reer somalilan ee iskaga kala yimi gobollada dalka si ay u soo dhoweeyaan madaxweynahooda iyo intii nagala qayb qaadatay bannaanbaxaba waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin insha allah waxaan rajaynaynaa kulamadii madaxweynuhu la galay waftiyadii kala duwanaa inay noqdaan kuwa midhidhala guulna u soo hooyay jamhuuriyadda somalilan bulshadana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba aynu gacmaha isqabsanno u midowno danteena iyo qarannimadeena jamhuuriyadda somalilan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imid washington from canada toronto to maxaan ku idhaahdaaye inaan la kulmo madaxweynaha iga soo dhoweeyo somalilan guul guul maasha allah guul halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan reer somalilan gudayo dibaddaba waxaanan idin leeyahay somalilan ha noolaato halkan waxaan ku soo dhoweynay waftigii madaxweynuhu hogaaminayey ee nagu yimid maraykan iyo north america communitygu waxay ka soo qayb galeen annagoo reer colombosa waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo waftiga uu hogaaminayo waxaanu leenahay soo dhowaada guul somalilan guul hawl wanaagsan bay qabteen ilaahay hanoo siyaadiyo meel wanaagsan bay noo maraysaa waxaan idin leeyahay somalilan guul ani waxaa laorda cabdiraxmaan maxamed cabdi hargeysa dhaan salaamayaa macal colombos meeshaan ku nool yahay ilaa hakan cid kasta maanta way faraxsan tahay
ورحمه الله وبركاته. هلكم وحنا كسلام يا دمام وربعين السومالان قارهان وربعين دك هذا شعب السومالان شبيده السومالان وحنا زمان تعرفوا فرحنا لأهلنا نسلوينا مدحوينات مريد السومالان درين كي جنا عن القياس كريان سوى عنو سلوينا السلام عليكم. الرحمن الرحيم مقعي ويس سلطان علي وحنا كي من نيجيرسي وحنا يمينا لكل مبدح وينا يوفقوا هجامين أيوه وشغونا تكعبت واشنطن دي سي آدي أذبان وفرح صنع سفر كيساس قول بين كل ما تاي آدي أذبان وفرح صنع هاي صبر لنا هالنورات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ماشين قصو السلام يا سريس ومال لا دردن قرب تشوك يقو قل تشوك بقى وحن الله يا هاي قبرنمو قول سومالان مدحوينا موسى بيحي عبدي سيوان اكسن بو وفتيقي سيلو دو سعودي سيوان اكسن بي ارنتو دي اوي مادين او دمستان انا ونوان ومد حنقينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماما مقعي وكافي عبدي درر وحن كايمي دي بوفل نيويورك دماما وحن سلام يا شالي درر سومالان اسيقو يمي حفلة دان لغوصو دوين ايو مدحوينا موسى بيحي وحن وحن كلا هالكن كسلام يا دمان مدرر سومالي لان قول كبرعو هرقيسة دمان تود ملك استيجوغان وحن لايا همبليو مدحويناها ايو مرتيدة لسعطة وسيرة دمان واسودوينينا واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم everyone, my name is Filson and I'm from Minnesota and I came here to meet with the president of Somaliland and I'm so excited to be here, excited to meet him. I'm glad to be here and inshallah the mentee no one in salama ya la wabarakatu ani magacaygu waa Amin Ismaaciil Muuse waxaan ka yimid Chicago waxaan artay een sharafay tahay inaan ka soo qayb galo madashan aad ka quruxda badan oo soo dhaweeyay madaxweynaha een waxaan leeyahay Soomaaliland guul midnimadeen wax ku nahay waxaan leeyahay qof oo Soomaaliye Soomaaliland isaga ambassador oo mateli kara Soomaaliland calanka meel uu la geeyo war ماشي هل متى وطن قال متى فارح من رعي وحوين عبد الله إبراهيم شام عبد الله بيت أنا وقصب هتري استيت كمان صورة وحن نصيبه هلي وفتك بلادنا وبدحون وشبريد سمال لأنه قابلني مصيبة عبدي لما أنت مرة شقنا وما أنت وحنو تهد بالدك وأعترف كوي نسودو وحسوق وحسوق وحن وحن كوب الله منا اسكتوني يه بقول كيو بقول يقول كنا إنه كه يمين دارينه إلى بقول صرنا هنا وقاتي ورحمة الله وبركاته وسلام يا تيفي قرنكا جمهوريه سومالان مقعي هو محمود شعب الديري كي احان كي مريسورا قبل مقالة منيابلس وحان روحا بالإيريا شعب جمهوريه سومالان دمانتوت وحان رسول وين وفتك مدحوينا جمهوريه سومالان وهو قامل ايو وحان ليا حان بليو. السلام عليكم وكفر حسانا يواي ما ضو مرشان مدحويني سومالان ويما ضيو وإلا يدمان دكي ودن وكفر حسانا سومالان نولاتو بركاتو magacaygu waxa weeye Xirs Ismaaciil Aadan waxaan ku hadlayaa magaca jaaliyada Kanada ree Kanada dhamaantooda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha qaranka iyo delegation kiisa inaan ku soo dhaweyno maanta Washington Virginia area marka munaasabadan sharafta iyo karaamada leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno aad iyo aad baad mahadsantid dhamaantii. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim marka horeysa waxaan salaamayaa Soomaaliland meel ay joogeenba waxaan leeyahay maanta waxaanu galanaa ay Soomaaliland noqonaysaa وحي وحورة كدوان ودن أدوك اعتراف سي إن شاء الله إن دوان نقولنا بيولا تشوكتام وحلي ريسو مالا هنبليو هنبليو محلية هاي إن بدن أيين وحسوك نيل واحد من دامانتا إن اسبدر نقوي من أيو مركا قفل بحلية فرح مرشا تشوكتيت با كو أفسي أو مدحونوه قامين أيي وسيرن وحلية هنبليو شقف في عمبا قبطيني ريسو مالا غير مريكان سومالا تشوكي شقف في عمبا قبطين بيقول بو يسقي مادين وحالا رير سومالا قول باني قول قول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته وإبراهيم خليل إبراهيم فروم أوهايو وكسوغان عاو يهولكا وحنو رجينا مجتمع الرير سومالا انت هالكا تشوكتانين فرحات هذا حويلوك وكلاقا تان يو ديليجيشن كوفتي كدامانتود انت ودو كي تشوكتانا ان شاء الله تعالى رارين تا اي قلوب تنقل تشوكان وحن مر لواضي مرسد حاد ومهد علينا عيد كستا وكمل يا محمد هذا كبر دي لهور تاجن لما تضو حلا يا هاي تاريخه إذن قرن ما يصور عمر لواديو واشنطن دي سي